اليوم معي اتصال الآن معي الفنان الأستاذ باسم ياخر. مساء الخير أستاذ باسم. مساء الخير، تحياتي، الله يسعد مساكم. وأنت منذ فترة قليلة أيضا جربت الفقد، للأسف اليوم كثير من الأشخاص الذين فقدوا أحبة وأهل وغوالي تحت الأنقاض، نحن اليوم بحالة ربما عدم كاملية امتصاص الصدمة، ما زال كثير من السوريين يتحدثون عن هذه الصدمة التي لم تنتهي. ما هي الأولوية الآن للعاملين بالشأن العام، للفنانين، للمثقفين، للذين هم يرون على أرض الواقع ما الذي يجري؟ هو الحقيقة هذا حدث تاريخي، يعني غير مسبوق، يعني في بلدنا بهذه الضخامة وبهذه بحجم الفاجعة اللي صارت، يعني هذا شيء غير مسبوق كان حقيقة. المشكلة أنه نحن كبنية تحتية وكإمكانات في بلد صار له عم يعاني أكثر من 10-11 سنة من حقيقة حرب ومن حصار، فنحن بوضع صعب. يعني فاليوم أنا كنت حقيقة بتمنى من كثير من المسؤولين في سوريا اللي طلعوا حتى حكوا على منصات أو على وسائل إعلام أجنبية، يعني ما نبلش نستعرض بشو أنجزنا وقديش نحن قدمنا وعملنا وسوينا. نحن بحاجة إلى أن نطلب وأن نستعين بالآخر وأن نقول أنه نحن بحاجة لمعدات، بحاجة لآليات، وهذا الشيء مو عيب لما نقول نحن بحاجة، هذا الشيء الطبيعي. اليوم نحن بلد ينقص العديد من المعدات ومن آليات انتشال الناس ومن آليات تحريك الأنقاض بدقة. من هلا مثلا امبارح وصلت طائرة من فنزويلا فيها كلاب بوليسية لتحديد أماكن الناس الموجودة تحت الأنقاض. في ألف موضوع ممكن يطلب وممكن نحن نحكي فيه، زائد المفروض نأكد على فكرة كسر هذا الحصار، لأنه هذا حصار على الناس، حصار على البشر، حصار على الناس اللي أصلا موجوعة وتعاني من هذه الكارثة ومن هذه الفاجعة الإنسانية. فهي حقيقة نحن مو غلط نطلب، مو غلط نقول ما عنا، مو غلط نقول ما موجود، نحن بحاجة، أرجوكم أرسلوا لنا. هذا الشيء اللي المفروض يكون دائما على لسان مش بس المسؤولين والفنانين وكل الناس في سوريا، حتى في تركيا اللي هو بلد عنده إمكانات مضاعفة عشرات بل مئات المرات عن إمكانات بلدنا، اليوم عم يقولوا نحن بحاجة. أرسلوا لنا، الكارثة كبيرة، الكارثة أكبر من أن نستطيع أن نقطة كتير مهمة أستاذ باسم عم تحكي فيها، على الرغم من أنه أكثر من 50 دولة ساهمت بالإنقاذ والمساعدات في تركيا، إلا أنه الأتراك ما زالوا يتحدثون عن إمكانية مساعدة أكثر. طبعا نحن هنا نتحدث عن مقترح ممكن أنه نطرحه الآن بوجودك عبر قناة سما لنحكي فيه، أنه ليش لا ما يطلع المسؤول، ما يطلع الفنان يلي له شعبية كتير كبيرة بالعالم العربي يتحدث عن ما الذي نعانيه، ما الذي يحدث على أرض الواقع، بغض النظر عن انتمائه السياسي وبغض النظر عن توجهاته. المرحلة الآن مرحلة إنسانية، يعني الشخص يلي فقد وخسر أهله في إدلب هو مثل الشخص يلي فقد وخسر أهله باللاذقية وجبلة، الزلزال ما ميز بها الانتماءات السياسية. إذن هل بتشوف أنه هذا النداء ممكن يلاقي أذان صاغية؟ ما الذي نريده؟ ما الذي نحتاجه؟ كيف يمكن أن نساهم على الأرض بإنقاذ أرواح أكثر مثل ما عم تقول؟ يعني أنا بدي أقول أنه نحن دولة، والدولة يجب أن تحتضن جميع أبنائها بكل حالاتهم. فاليوم نحن أكيد اللي حضرتك عم تقوليه هو نقطة مهمة جدا. الكوارث الكبرى المفروض تجمع أبناء الوطن الواحد. هلا الفكرة اللي بدي أقولها أنا أنه نحن لازم أكيد في هذه المرحلة ميز ما بين هو وما هو مساعدات أو إعانات عاجلة مرحلية ل يعني خلينا نقول معالجة الموقف الراهن الآني، وما بين ما هو فيما بعد مساعدات لإعادة أعمار أو على المدى الطويل، خلينا نقول هي تعالج الوضع على المدى الطويل، لأنه في ناس فقدت موارد رزقها وبيوتها وإلى آخره. فطبعا الرحمة لأرواح كل
يعني أنا بعتبرهم شهداء هذه الكارثة. لكن اليوم نحن أيضا يجب أن نفكر بمن تبقى على قيد الحياة، وكيف أن يجب أن تؤمن له حياة بالحد الكريم المنطقي والموضوعي، حتى على الأقل يقدروا هذه العائلات تسكن ببيوتها، بتسكن ببيوت بأماكن تكون آمنة مع أولادها. الفكرة هي أنه نحن هلأ نحن مطالبين كلياتنا كفنانين وغير فنانين نعمل مبادرات، يكون في أكبر كمية من التبرعات، على الأقل نركز على موضوع المواد الغذائية، تلبية احتياجات الأطفال، ما يتطلب منا الأكل والشرب ومستلزمات الأطفال والعائلات والسيدات بشكل خاص في أماكن تجمعات المنكوبين حقيقة من هذه الكارثة. فهذا اللي نحن عم نشتغل عليه حاليا. نحن رح نعمل مبادرة إن شاء الله أنا مع بعض الزملاء يوم الأحد، ورح ننطلق بقافلة بهذا الاتجاه، قافلة من المواد الإنسانية اللي هي أكثر إلحاحا. يعني اليوم أنا كمان بس بدي ألفت نظر لنقطة، يعني هلأ في كثيرين عم يأخذوا بطانيات وملاحف وفرشات، طيب اليوم في مناطق لم تعد بحاجة لهذا الموضوع. يعني المساعدات ليست بالضرورة هي فقط بطانيات وملاحف وفرشات، بطانيات وملاحف وفرشات. ماذا إذا؟ الناس اللي عم تحكي معنا من الأماكن اللي موجودة على الأرض عم تقول لك لا، صار في تخمة بهالموضوع. نحن بحاجة لشيء تاني، بحاجة لحليب أطفال، بحاجة لخبز، بحاجة لأكل، بحاجة لمياه شرب، بحاجة لحفوضات للأطفال. نحن بحاجة لبيال مثلا لتكون مع الناس بالليل أثناء البحث، بحاجة ل يعني شاشة تفاصيل على الأرض ما بيعرفها إلا اللي موجود في المكان نفسه. صحيح، وهي نقطة مهمة كتير عم تلفت الانتباه إليها. سؤالي الأخير لك أستاذ باسم، إلى أي حد هذه المبادرات التي تتحدث عنها ممكن أن تحث أطراف أخرى على المضي قدما بهذا الاتجاه؟ اليوم قبل قليل قلت بأنه نحن دولة والدولة مسؤولة أيضا عن المواطنين بكافة مناطقها، ولكن ربما كثير من المبادرات تضيف إلى هذا الموضوع وتساهم بدفع أو على الأقل إنقاص إشاعة معينة، إنقاص خبر من هنا أو تقرير إعلامي من هنا وهناك مضاد لأرض الواقع. اليوم الموجودين منكوبين مفجوعين، عندهم ضغط نفسي، ما متحملين ضغط أكثر من هيك. قديش ممكن هاي المبادرات إذا شافوكم على الأرض ممكن أن تحدث فرقا؟ والله يا مدام هناء في مبادرات، والمبادرات ليست حصرا على الفنانين. الفنانين يمكن تحت دائرة الضوء بشكل أكثر من غيرهم، لكن كثير من التجار وكثير من الفعاليات الاجتماعية المدنية وغير المدنية، كل الناس عم تشتغل وعم تعمل مبادرات. لكن المبادرات الداخلية هي مبادرات محدودة الإمكانات، مهما بلغ تجميع المبالغ ومهما كانت المبالغ المدفوعة كبيرة الحجم الكارثي أكبر. نحن بحاجة لمساعدات على المدى الطويل، لذلك نحن يجب أن نطالب بكسر هذا الحفار، ليس فقط من أجل إيصال فقط مساعدات آنية من مجموعة طائرات أو فتح جسر جوي لمدة أسبوع أو أسبوعين. عندك مناطق كاملة يجب أن يعاد بناءها، يجب أن يكون فيها حلول مستدامة للمصيبة اللي نحن فيها، وبالتالي كسر الحفار لمدة أسبوع أو 10 أيام أو شهر هذا لا يكفي لمعالجة الكارثة. يجب التأكيد والتركيز الإعلامي ونوصل صوتنا لكل العالم أن هذه الكارثة يجب أن تغير في السياسة تجاه سوريا في موضوع هذا الحصار الجائر اللي صار له سنين، لأنه أنت كسر الحصار لشهر ما رح يغير معي. صحيح. يجب أن يكون هناك حلول مستدامة. المبادرات الداخلية هي مبادرات مهمة ومبادرات جيدة، بتنتقل العدوى من شخص لشخص ونقدر نعمل حالة ما، لكن هي مبادرات لن تكون كافية على حل الأزمة. نحن بحاجة لحلول أكبر، لكن سنبذل كل جهدنا لأنه هاي المبادرات هي أكيد حتى وإن لم تكن كافية، لكن هي ترمز قديش الشعب السوري واحد ومتماسك وحريص على بعضه البعض وحريص على وطنه وبلده. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الفنان باسم ياخر على هذه المشاركة، شكرا جزيلا.